كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنتكلم عن واحد من أشهر علماء المسلمين، هو ابن البناء. اتولد في مدينة مراكش وعرف ابن البناء نسبة لجده اللي كان محترف مهنة البناء. ابن البناء تلقى علوم العصر من اللغة والشريعة والفقه في كل من مراكش وفاس على يد مجموعة من كبار العلماء. في فاس اتعلم ابن البناء علوم الرياضيات على يد معلمه ابن حجلة، وظهر نبوغه من سن صغيرة خالص، فكرس حياته وجهده في تعلم الرياضيات من حساب وجبر وهندسة وغيره، وأكسب اشتغال ابن البناء بالرياضيات شهرة عظيمة جدا بين المعاصرين بتوعه، فنال حظوة في بلاط دولة بني مرين في فاس، وكان يستدعوه الأمراء لإلقاء دروس الحساب والهندسة والجبر على البلاط. ابن البناء اعتمد على الأرقام الهندية المعروفة بالغبارية والأرقام الأندلسية المعروفة بالعربية. ابن البناء الحقيقة اهتم بقضايا الكسور، ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وحط طريقة لحل المعادلات الدرجة الأولى، وعمل تسهيلات للعمليات الحسابية كلها، وأدخل تعديلات على الطريقة المعروفة طريقة الخطأ الواحد، ووضعها في شكل قوانين رياضية. واشتهر بالجوانب التطبيقية في علم الحساب وفي الموسيقى، لأن احنا طبعا نعرف إن في ربط ما بين الموسيقى والحساب، لأن النسب ما بين الأوتار بتودي الأنغام، والأنغام لها وزنة خاصة، والرياضيات ممكن أنها تترجم. ابن البناء لا ترك لنا الحقيقة مؤلفات كتيرة جدا، 82 مؤلف أغلبها في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر. من أهم هذه الكتب كتاب رسالة الجذور، وكتاب الأصول والمقدمات في الجبر والمقابلة، كتاب قياس السطوح، كتاب مدخل إلى إقليدس إشارة إلى العالم الجليل اللي كان في مكتبة الإسكندرية القديمة واللي وضع أسس الهندسة. ولكن يمكن أشهر كتاب له كان تلخيص أعمال الحساب، لأن هذا الكتاب بيحتوي على أفكار مبتكرة، وأيضا أدى للناس المعاصرين له طريقة أنهم يتعاملوا مع أغلب العمليات الحسابية. رحم الله ابن البناء العالم الجليل، العالم الجليل الذي أسهم الكثير الكثير في علم الرياضيات.